ده انتوا تشبهوا بلد. توشكا معهوش الا نص الفلوس. اللي معهوش ما يلزموش يعني. براحتك، العقد ده ما بقالوش اي لازمه. عبلة وتوشكا سابوا بعض، انا بس جاي ابلغك وانكد عليك. يا واد تريزي خلينا بس نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ ده ناس شفريق لغايه ما اقنعته ان من مصلحته ان العقد ده يبقى معاه. خلاص موافقه. فين الفلوس؟ اجري هات العقد. اما جرى ايه؟ بتصحيني ليه يا توشكا؟ عندي مصلحه كده مزنوق فيها وانت بالنسبه لي الامل الاخير. مش فاهم. انا عايزك تتجهي للتمثيل. بتصحيني اوعك ولا حد يعرف حاجه ونقضيها. هاخد في البرنامج ده مبلغ محترم اجيب بيه الشبكه. اما بفكر يا توشكا بفكر. طيب فكرتي؟ انا ما شفتوش يا سعاده البيت. طب وانا هكدب ليه؟ وانا لو كنت شفته انا كنت قلت لحضرتك. والله ما شفته يا سعاده البيت والله. يعني انت ما تعرفيش هو فين، انا بقى اخليكي تعرفي هو فين. طخ عرفتي ولا خلي الاثنين دول يعرفوكي؟ ستوب. ايه يا استاذ ما ضربتش القلم ليه؟ ما ضربته له على الهوا. ما بيعملوا كده في السيما وبعدين بيركبوا صوت القلم في المكياج. وكمان هتخرج يا حاج. قولي جملتك. ما انا قلتها يا سعاده البيت. يا ست بنعيد تاني، ما تطلعوش عيني بقى. من بالراحه شويه بقى عامل لوسطه. انا ما حدش زعق لامي. خلاص يا توشكا احنا اسفين. خف اللعب. يعني انت ما تعرفيش هو فين، احنا هنخليك تعرفي هو فين. ايه يا توشكا ماما؟ اضرب يا ابراهيم، اضرب يا ابراهيم. لا يا ماما. فين المنتج؟ فين المخرج؟ ايه ده؟ احنا في استوديو محترم، حتى لو مين ما يدخلش بالشكل ده. انا المقدم عماد صبحي من المباحث العامه ومعايا عمرو من النيابه بالقبض عليكم كلكم. طب بالنسبه لي انا وامي بقى خلاص فركش نروح. دي جريمه يا اساتذه مش فن. جريمه ايه بس يا فندم؟ هو انتوا بتعملوا فيلم سينما والناس عارفه ان اللي هتشوفه ده تمثيل؟ طبعا لا. خلاص يبقى بتخدعوا الناس وتفهموهم ان ضابط حقيقي بيعذب متهم عنده وانتوا الفالحين اللي عرفتوا تصوروه. ده بقى في القانون اسمه غش وتزوير وتدليس، وهيتوجه لكم تهمه الاساءه لسمعه مصر والاضرار بالامن القومي. يا فندم معقوله في ظابط اسمه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ طب المنتجه بتاعتك مش مصريه، لكن انت مصري والمفروض انك تخاف على سمعه بلدك. مصري دي بلدي انا كمان، انا عربيه وسمعه مصر ما بتتهزش لو سلطنا الضوء على اي ظاهره سلبيه. ما بتسلطيش الضوء على الظواهر السلبيه اللي في بلدك ليه؟ ولا اللي في البلد اللي انتجت لك البرنامج؟ لانك مش هتقدري ومحدش هيسمح لك. خلاص؟ وعيب عليك تعرضها لموقف زي ده. يلا مع السلامه. استني يا حاجه، ابقى علم ابنك ما يخليش احلامه ضيعه. حاضر. عندك لا تسامحيني اذا كان غالي عندك. فرح بتاعك في التلفزيون. فرح في التلفزيون؟ يا ابني الجزمة. ده انا هقطع رقبتك يا توشكا. ابراهيم يا توشكا، ابراهيم يا توشكا مش هيطلع عليك صبح ان شاء الله. ايه ده؟ اجري يالا. تطلعني مخطوم على قفايا وتدخل على مراتي في التلفزيون؟ ده انا شكيت انك اتجوزتها، ده انا كنت هطلعها بسببك وحياه امك. ولا طيب ولا انزل يا ولاد الكلب. انزل والله لا غرقك. عليا النعمه يا عم جميل، انا ما كنت اعرف. بص يا عم السيد، هو المخرج قال لي اعمل كده انا عملت كده، قال لي اعمل كده انا عملت كده، ركب ده على ده طلع بالشكل ده، يبقى انا ليا ذنب في كل ده؟ يا عم سيد انا اتفضحت على كل الفضائيات، الناس ما بتعايرني يا اخي. خلاص بقى يا غدا، قلت لك انا محقوق لك، بعدين من الاخر كده مين اللي بات معاها في اوضه النوم، انا ولا انت؟ انا. عملت ايه؟ ايه؟ قصدي يعني مش انت اللي دخلت عليها؟ ما صدقتش بقى شغل التلفزيون ده؟ يا عم سيد بطل طالما بقى اما انك حلها صحيح. انتوا مش رضيتوا بحكم المعلم سيد، سيبوه يقولوا بقى. صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ابراهيم غلط من غير ما يقصد. وتحقق لك يا عم جميل، وانت لميت اهلك وناسك وضربتوه تبقوا خالصين. ثانيا يا معلم سيد، هي كده صافيه لبن؟ اولا بقى فين حق انا والاستاذ زين؟ حقكم يا اخويا، هو انا طلع فوق النخله عمل لي فيها بلحه وانت عملت لي فيها فجر الاسلام، وانا بقى اللي خدت الطريحه كلها والقطنه ما بتكدبش. ما تشعللهاش يا عرابي، ما تشعللهاش منها ببعضها وخلصت. المكان ده بتاعكم يا حاجه؟ ايوه يا ابني. خير في ايه؟ انتوا بتشغلوا الخطوط تجاري وده بيخالف عقد الشركه معاكم. توشكا قوم فز، شوف الناس دي عايزه ايه. الشركه عامله. باشمهندس عارف انكم جايين؟ باشمهندس مين؟ الباشمهندس نجيب الشريكي. نجيب مين دلوقتي؟ الخطوط دي مش باسمي انا، انتوا عايزين مني انا ايه؟
بس بترينتك هي اللي مستخدماها موجود على البترين. احنا هناخد اقوالك في المحضر وتمدن عليه. مش هروح الاسم. لا اسم ولا نقطه. لما المحضر يروح النيابه يبقى هم يتصرفوا. طب ما يجي معانا على الاسم واقواله تتاخد هناك. انت شؤون قانونيه في شركتكم بس مش هتعلمنا شغلنا. والله انت راجل زي العسل. ايه يا عم 10 جنيه مش هيبتدوا هم مش عايزين يدفعوا. يدفعوا ان شاء الله جدال الخنزير لما ياخد عجل. ما يدفعوش ليه يا عم الحاج؟ ومش قاعدين على كراسي وشغلنا؟ الكرسي ب 10 جنيه. بأمرت الكرسي ب 10 جنيه في استاد وان بيلدون؟ عشان بدفع اشتراك قد كده، هجيبه منين؟ ما بس 10 جنيه كتير قوي عاد فطار، حرام عليك، الناس تدفع منين؟ بقول لك ايه، جو البرلمان السخيف ده مش هياكل معايا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ما يتفرجش. ما يتفرجش ازاي يعني؟ دي الناس روحها في الكورة. ما تولع الناس على الكورة يا اخي، الفلوس لازم ترجع، يعني ما كفاكش خرب بيتي في الموبايلات. يعني حتى شوية الكورة اللي احنا بنتنفسهم هتغلوهم علينا؟ روح قول الكلام ده لصاحب القناة وخليه يلغي الاشتراك. يعني احنا هنلاقيها من الحكومة ولا من الغالة ولا من الكورة يا كانت ناقصة. ما تدفع لهم انت، ما انت بتكسب قد كده من سيرة الخطوط. ما تقولش سير، انا مش حرام يا عاطف. بقول لك ايه؟ انا كعاطف بتبسط بس كعاطف ما بتضربش. ماشي هو بقى. خلاص ماشي ماشي. انا لما خليت الحاره كلها اتفرج على الكوره ببلاش ما بقاش ابراهيم توشكا. ماشي يا عاطف. يلا زين.